الاحتفاء بزيارة العاهل السعودي الملك سلمان للكويت بدأ مبكرا على تويتر فمنذ أيام وبأكثر من هاشتاج رحب مستخدمون بالملك سلمان، وتم تداول صور للشوارع في الكويت التي زينت بعلمي السعودية والكويت فضلا عن أخرى تجمع الملك سلمان بأمير الكويت الشيخ صباح الصباح. هذه الأغنية طبعا أغنية جديدة أصدرها الفنان نبيل شعيل خاصة بمناسبة زيارة العاهل السعودي الملك سلمان للكويت، وضيفنا اليوم صاحب الأغنية والمبادرة الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل. بنرحب فيك معنا، وإذا تحكي لنا عن هذه الأغنية. يا هلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله. حقيقة يعني اليوم فعلا احنا اليوم مو بس يعني اليوم عندنا عيد، يعني اليوم زيارة ملكنا الغالي، يعني الحقيقة زيارة افرحت الشعب الكويتي، حكومة وشعب واحنا والمبادرة. وبعدين الغنية هاي لما هذه طلعت من دافع شخصي، يعني انا ومجموعة من طبعا ملحن فهد الناصر والشاعر حمود الجلوي، فكانت الفكرة ان احنا بنعبر كشعب كويتي عن الامتنان للمملكة العربية السعودية، ومو شيء يعني مو شيء جديد، هذا المفروض يصير بيننا كدول الخليج عامة، وشفتوه خلال زيارة الملك. نعم. اليوم كل اللي أقول يعني الكويت والحكومة والشعب اليوم يرحبون بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الله يعزه إن شاء الله، ملك سلمان ملك الحزم والعزم، ونقول له مرحبا مليون بين أهلك وبين ناسك، وخاصة احنا في عالم مثل ما يقولون. ألو، إيه احنا سامعينك. ألو، احنا سامعينك. ايه. المهم أنا أقول إن نقول أنت اليوم في دارك ودار أخو مريم ملك تربع في قلوب كل الكويتيين شعبا وقيادة، وعشان كذي إحنا سوينا هاي الأغنية. وإذا تحبين يعني إذا الوقت عندي وقت ولا وقت قصير؟ إذا تحب تغني لنا هي تقدر تعطينا مقطع بصوتك معنا الآن. أنا لا، كل اللي بقوله كلمة واحدة تعبر عن ما في داخل، عن ما في داخل أغلب الكويتيين، الشعب الكويتي كحكومة وشعب وقيادة، وأقول هذه بلادك يا سلمان الحزم والباس، الدار دارك وكنك بالسعودية، وبغنيها وأقول هذه بلادك يا سلمان الحزم والباس، الدار دارك وكنك بالسعودية. أنا أشهد. طيب علاقتك بالسعودية أصلا معروفة من سنوات، عندك أغنية تحديدا مع الفنان رابح صقر، هذه الأغنية مرتبطة بأذهان الكثيرين سواء سعوديين. نعم. أو كويتيين. نعم. وتعتبر. نعم. يعني زي النشيد اللي بيختموا فيه كلهم حفلاتهم. حنكون طماعين ونسمع منك يا دار. يا دار لا انت ولا هاني راعيك، بس على اساس في الاير قاعد يسمع الصوت، قاعد هذا اقدر اشيل هذا واكمل. ايه شيله شيله وكمل. يا دار لا انت ولا هاني راعيك، ولا هاني شعب كرم وراية الدين، حنا وبوم لو سمحت صوت سوري. ايه اعتقد انه الان انت رجعت السماعه، الان تقدر تسمعني يمكن. سوري معلش، لان انت تدرون احنا عشان تاخير الهواء قاعد يضيعنا. صح صح صح، بارك الله فيكم. تسلم، شكرا لك. فضلي. على هذه يعني الاغنيه كده اعطيتنا مقطع سريع منها، بس انت اليوم يعني على مر سنين، يعني هذه الاغنيه تغنت يمكن 91، قد ايش عايشه الين الان، ايش تشعر سبب نجاح هذه الاغنيه تحديدا؟ سببها ان احنا كنا يعني هاي ارتبطت في حدث الله لا يعيده، كان هو بسبب غزو الكويت. نعم. وكانت الاغنيه هذه سبب اساس ان اغنيه بتحرير الكويت، وكانت بين السعوديه وبينها، غنيتها انا مع
الفنان رابح صقر، كانت هي تعبير عن 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 تماسك الدولتين ودول الخليج في تحرير دولتنا الحبيبه الكويت، وكان عشان شيء لها اثر كبير ولها لها 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 مكانه خاصه عند كل اهل الخليج. نعم، سريعا اذا تحدثنا عن جديدك، حيكون عندك سمعنا ميني البوم؟ انا الميني البوم ان شاء الله هو الان في جاهز، راح يكون يوم 12/12 موجود في متناول الجميع. نعم. وهذا النظام الجديد ميني البوم هي 4 أغاني الى 3 أغاني كل فتره، وان شاء الله تكون هاي التجربه جديده، وان شاء الله تحوز على اعجاب الناس، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، وربي لك الحمد، واتمنى طبعا ان اكون قدمت الشيء اللي نعم الناس. نحن بنشكرك جدا على وجودك معنا اليوم، كان معنا من الكويت الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل.